ان انت توصل للاعب الصغير ليه؟ قلت له يا محمد انت، احنا قاعدينك هنا يا محمد عشان انت تطلع الفريق الاول. لما تطلع الفريق الاول هتعمل لك عقد محترف، صحيح، هيبقى عندك عربيه وهيبقى عندك بيت وتسعد اهلك. فهو اخذ الكلام هنا ومسكته من الحته دي. حتى في الفيديو معاه لما جاب سيرتي مسك الحته دي. قلت له يا محمد انت بكره تفتكرني يا محمد لما تجيب جوان برجلك اليمين، هتفتكرني يا محمد وانا ابوك هنا وانا شايف فيك الموهبه. وجبت نني، قلت له نني انت متربي في النادي الاهلي 7 سنين مع مدربين احسن مدربين في مصر، بتستقبل وتمرر كويس قوي، بس انا عايزك تمشي بعد نص الملعب 5 6 خطوات وحط وش رجلك في الجول، تروح بره تروح، بس لازم يبقى عندك الميزه دي يا محمد. وكل لاعب، وكنا كلنا بصراحه سعداء بحتى النني الفتره اللي فاتت رجع وعمل ماتش اكتر من رائع ارسنال بدايته، ويعني بعد فترات اهتزاز شويه، لا يعني النني في ارتفاع، واعتقد السنه دي هيبقى مختلفه للنني، السنه دي هيبقى مختلفه يعني بالنسبه له ان شاء الله. يعني كان ناقصه يعني الثقه كمان، ثقه في النفس اكتر يعني. بالظبط، مروان ومحسن، كنت في برنامج وقلت يا مروان انت استايل محمود الخطيب، ومحمود الخطيب مش هيعمل عقد اللاعب الا لما يكون لاعب كبير. انت لاعب كبير، خد الثقه في نفسك، زمايلك بيحبوك. انا مش عايز لعيب افريقي هو اللي يكسب، لا انا عايز اللاعب المصري. قطاع الناشئين مش مفروض ان انا اعمل فرق كتير، صحيح، انا لم المواهب المواهب المواهب، جمع كل مرحلتين سنه 12 في فريق سنة. واحد 14 سنه، هم 14 سنه كتير، 5 فرق، واجيب لهم مدربين ويشتغلوا عليهم صبح وبعد الظهر عشان اعد عضلات الولد يقدر يستحمل. كابتن انا قعدت في نادي العين 9 سنين، في السنتين الاخرانيين الولاد طلعوا معايا من 13 سنه لغايه 18 سنه، 6 سنين الولد معايا. اخر سنتين دوري وكاس بدون هزيمه، وما كنتش بقول محاضره، كنت قاعد كده اقول الفرقه كذا كذا يلا انزلوا.